أكيد اليوم يعني واحد يتأمل في حياته، كل واحد عنده تاريخ، وتاريخ بكثير أمور زينة إيجابية، يا ما علمنا، يا ما ربينا، يا ما تعبنا، يا ما سهرنا، كثير أكو أمور الله يعطينا إياها بالنعمة. ماشي اسمه أنه إحنا حياتنا كلها خراب، ولكن قديس بولس يقول أحسبها كلها نفاية حتى أربح المسيح. يعني كل اللي سويته بصفحة، وأنه أكون بقرب المسيح بصفحة الأخرى. أكو هواي ناس يوقف بالنص، يريد الدنيا ويريد همين يريد الله. مرات أكو نقاط تصالب الله ما يقدر يتعامل وياك بيها، أو يقول لك أنت تصير جسدي، مثل ما اليوم شفنا قديس بولس يقول كافي، ما أريد أحكي بلغة الجسد. هاي لغة الجسد هي كلها لغة بها شقاق وحسد وخصام، أريد لغة الروح هي اللي تشتغل. ولهذا اليوم إحنا مدعوين إلى أن نعوف برج بابل. كافي، تعبنا، راح تتعب هواية أنك تبني بناية حياتك حتى توصل وتصير إله نفسك، هنا راح تخسر. ولهذا قضى حياته زكى كلها أن يكون برج بابل. وش حصل؟ كل شيء ما حصل، كل اللي جمعه شمرة، ما يسوى. خلي $1,000 و$1,000 ادفع على مود نفس واحد وانت بالمستشفى والأجهزة بحلقك. خلي يكون اكو شنو، خلي يكون هالفكر بانه انا هاي فلوسي ايش راح تقودني. ولهذا احنا نحكي عن الروح القدس. ليش الروح القدس؟ لانه احنا بدنا نعيش على الروح. اذا راح الروح احنا نموت. اخوتي واخواتي اليوم خلونا نفهم شيء واحد. اكو موقف مو نسيناه، بس اكو موقف مهم جدا، انه المسيحي الحقيقي هو الشخص اللي يخلي كل يسألون ليش سوى هالشيء. هسه نشوف زكا، الناس شو ايش فكروا؟ قالوا شلون هيك رجل خائن سارق فاسق يصعد على شجرة حتى يباوع على رجل قدوس بار هو المسيح. شوفوا التناقض، تناقض حياة هذا وهذا. بس شوفوا شنو دفع لهذا الرجل المليان بالحياة ان يصعد على جميزة حتى يباوع على يسوع. هذا التساؤل عظيم. اذا انت خلقته بالناس اللي حولك انت ربحت الملكوت. واحدة من الراهبات خوات يسوع الصغيرات، هذولا رهبنة مؤسسة على الفقر كلش، كانت تروح تشتغل بمعمل مال الخياطة، هاي توقع تروح تساعدها، ما تحكي بس تشتغل بالماكينة، لا تبشر ولا تقول أي شيء. وكلهم هذولا اللي حولها هم من غير دين، يعني إسلام على غير. المهم هاي وقعت، قالت لها روحي للبيت أنا أساعدك. هاي حامل ما اقدر، قالت له روح انا اكمل، روح انا اسوي. المهم بالاخير جتي وحده قالت خبلتينا، انت لا تحكين عن المسيح ولا هاي، بس صدق راويتينا من هو المسيح. فاليوم مو بالحكي، صلاه مو رسائل اخوتي، مو رسائل، الصلاه هي مناجات عميقه. ولهذا اليوم خلونا نركز على الجانب انه اني جسدي حركات جسدي قد تبين مسيحيتي اكثر من لساني. يوم الاحضن واحد او اشيله من القاع ما اساله اقول انت قرايبي لو لا، اشيله قبه هذا هو المسيح، هذا مو ايدي، هاي ايد المسيح. لما الزم واحد واحضنه بايدي واقول له اني وياك اخوك لا تدير بال، ما اجي اقول له تعال انت ما ساعدتني البارحه، انا دقيت عليك الباب فاني ما راح اساعدك اليوم، لا ماكو مصلحه، الله ما يريد مصلحه. ولهذا واحد يجي يقول يا رب، مثل يوحنا ويعقوب كانوا ويا يسوع من دخل السامره، قالوا له ليسوع اطلع 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 اطلع، السامريين قالوا اطلع، كان باوع يعقوب ويوحنا قالوا ليسوع انت مو ابن الله، دي الله تنزل عليهم نار من كبريت احرقها السامره. باوع يقول رزلهم، الانجيلي كاتب الانجيل قال رزلهم ليعقوب ويوحنا وبخهم. ليش؟ لانه احنا علاقاتنا تجاريه، بس علاقات الله مو تجاريه. ايش ما تسوي انا احبك.
ولهذا كنا خطأ وكنا مدعوين للتوبة. يبقى أخير شيء أنه نبين من زكا أنه انقلب بيته إلى كنيسة وصارت كنيسة عظيمة وكرست باسم المسيح. اليوم كنيستنا لازم تكون زكاوية. لازم من أنت وبالباب تنكر خطاياك، لازم من أنت وبالباب مو تدخل الكنيسة وتقعد وتسمع قداس وتأخذ قربان وتطلع، من الباب يقول يا رب أرد أشمر كل خطاياي برا مثل ما سوى زكا. أخت وأخواتي، إحنا عندنا صراع، صراع بين الهوى والنعمة. عندنا هوى للجنس، عندنا هوى للتملك، عندنا هوى للمال، وبنفس الوقت الجزء الثاني يريد النعمة مال يسوع المسيح ويريد يتجرد من صنم الأنا. ما تقدر تجمعهم اثنينهم بقلبك إلى نهاية الأزمنة. لازم في يوم من الأيام ترفع الراية البيضة وتختار واحد. ولهذا خلينا نختار النصيب الأوفر اللي هو اختار اليوم زكا، وإحنا نريده يدخل ببيتنا في قلبنا، إنه الخلاص، الخلاص هو الجلوس عن يمين الآب، الخلاص هو الاتحاد بالله. فخلي بيوتنا يكون يطلع من عندها أنهار ماء الحياة وليس صيانة وصاخة. خلي نعلم الناس كلهم شنو معنى المسيحية. المسيحية هي حب، هي إيمان، هي اتضاع، هي الدخول في الولادة الجديدة. والولادة من رحم الله، الله عنده رحم، وهذا الرحم هو أعظم الرحم، المرأة هو رحم الكون كله. فخلونا نتأمل أنه نتجرد من كل طباعنا السيئة ونغفر لأخوتنا وخواتنا. لحظات صمت.